السلام عليكم يا مساء الورد. الحقيقة أمس صار موقف في البادية في عرمرم آلمني آلم شديد جدا. تخيلوا شو الموقف. في بدوي من البدو اللي هناك الضعفاء بيته هانجر وباني ببلوك، يعني تقول البلوك هذا موصل حراري والسقف موصل حراري والبيت تقول محنب تقول فرن. فطلعت الفاتورة في الفترات المتأخرة 8000 ريال، وهو ما عنده للضمان. الدولة تدفع عنه ظن 5000 ريال على النفر، عنده 6 أولاد تدفع له 200 ريال، عنده يمكن 3-4 مكيفات شغالة على طول في الفرن اللي هو فيه، ما تنفع. فما قدر يسدد، فصلوا الكهرباء، الجو كان حار، راح طلع 8 مكيفات باعهم 8000 عشان يسدد شركة الكهرب، وانحسبت عليه ب16000، يعني فائدة 100%، ربا 100% عشان يسدد شركة الكهرباء. يا جماعة الخير، لا يوجد جمعيات، لا نقول سددوا فواتير، ساعدوا الناس يعملون عزل لبيوتهم، ساعدوا الناس يجدون حلول. فألا يوجد أناس يفكرون أن نعزل بيوت الفقراء ما يكلف 10000 العزل؟ الوحف اللينية مقاومة، بدرل في الجدران وفوق السقف ينحط برضه في اللين ويصبح البيت معزول ونوفر. هل تعلم المكيف الواحد يعادل 250 لمبة؟ ألا يمكن أن نوعي هؤلاء المساكين أن تشغيل المكيفات تعتبر بالنسبة لهم كارثة؟ ألا يعلمون أن 2000 كيلو للمواطن ب18 هللة، فإذا زاد عن 2000 كيلو تتدبل ما عاد يصير 18 هللة، المفروض الواحد ما يزيد عن 2000 كيلو في الشهر؟ ألا يمكن شركة الكهرباء تقسط عليهم بمعدل 1000 ريال بدل ما ياخذون عليهم فوائد 100% أشباه اليهود في السنة الواحدة، ونفك هؤلاء من الفقر المستديم والظلم المستديم ما داموا أحياء؟ ألا يمكن يفكر في هذه الحلول؟ ألا يمكن يجد جمعيات؟ ألا يمكن تجار؟ ألا يمكن أناس يفكرون؟ ألا يمكن ترى عمل الخير في هذه الأشياء؟ لا تسدد عني فاتورة، علمني كيف أوفر، علمني كيف أعدل بيتي، علمني إيش الأشياء اللي تصرف كهرباء، علمني كيف أجيب مكيف طاقة شمسية. ألا يمكن نقول لهم ركبوا لمبات ليد هذه هي على حسابنا، لا تشغلون 4 مكيفات دفعة واحدة، البيت المعزول راح يوفر عليكم كذا وكذا ونساعدهم في العزل؟ ألا يمكن نوعي الناس أفضل من ناخذ كل شهر عليهم 2000-3000 وهم فقراء ما عنده ضمان إلا 2000 ريال؟ أنا أقول لابد تتدخل الدولة في توعية الناس وإيجاد حلول عن طريق جمعيات لهؤلاء الفقراء الذي يعادلون 1,000,000 إنسان تقريبا يعانون من فواتير الكهرباء. الله يعيننا وياكم ونكون مسلمين ونساعد إخواننا المحتاجين بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.